استعادة عقبة قنضع تسرع من معركة الحسم في محافظة البيضاء. أطلق الجيش منذ الأربعاء عملية عسكرية هي الأكبر من نوعها على هامش المعركة الرئيسية الدائرة في الساحل الغربي للبلاد. العملية العسكرية الواسعة انطلقت عبر محوري نعمان وناطع الملاجم، وحققت معظم أهدافها الرئيسية والمتمثلة في تحرير عقبة قنضع والقريبات آل عواض، حيث يمر الخط الرابط بين مديرية نعمان في البيضاء ومديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة. تتيح السيطرة على عقبة قنضع وفقا للخبراء العسكريين التحاما سهلا للجيش مع كتائبه المقاتلة في مديرية ناطع المجاورة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية التحام جبهتي نعمان وناطع مع جبهة الوهبية في السوادية. بهذه الروح القتالية العالية تحمى رجال القوات المسلحة والمقاومة عقبة قنضع وأعينهم على الكمية المحدودة من الذخيرة التي يحتاجها المقاتلون لإنجاز الحسم العسكري في هذه المنطقة الاستراتيجية من محافظة البيضاء. وحدة الهندسة العسكرية حضرت في صلب هذه المعركة وقامت بنزع عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيا في هذه العقبة والمواقع العسكرية التي غادرتها مكرهة تحت وطأة الزحف الشجاع لرجال القوات المسلحة. الحصيلة النهائية لمعارك الساعات الأربع والعشرين الماضية في نعمان وناطع هي مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين وأسر أكثر من 30 عنصرا منهم، فضلا عن تدمير 3 أطقم قتالية وتدمير عربة BMP تابعة للميليشيا. معركة البيضاء تؤكد حاجة الجيش الوطني إلى توسيع مروحة عملياته العسكرية بما يسرع من تحقيق الأهداف الشاملة للحرب ويتجاوز التوظيف التكتيكي للعملية القتالية في الجبهات الرئيسية، وهو النهج الذي يعتمده التحالف على نحو متواصل منذ 3 أعوام.